لو عندك حمام شباب وعايز تعرف هيبيض امتى، النتاية لسه اول مرة تبيض، ما بيضتش زي اول زي النتاية دي. دي النتاية دي اول مرة تبيض، اول بيضة بيضتها امبارح، ان شاء الله تبيض البيضة التانية بكرة. عايز تعرف هي هتبيض امتى وازاي تعرفها ان هي قربت تبيض، تعالى معايا نشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا الجوز الحمام اللحم ده، النتاية شابة لسه أول مرة تبيض، اللي إحنا شفناها بيضها دلوقتي بيضتها اللي هي لسه أول مرة تبيضها، إن شاء الله تبيض البيضة التانية بكرة. انا كنت عملت فيديو قبل كده، الفيديو اللي هو عد ريش الحمام علشان تعرف امتى يكون جاهز للانتاج. حد من المتابعين طلب مني ان احنا عايزين نشوف الحمام اللي هو جاهز للشغل، فدي اول حاجة اللي هي جاهزة للشغل، مع ان لسه عليها تقريبا 3 ريشات او 4 ريشات هنشوفها ونجيبها مع بعض. لكن هو الذكر ده كان شغال قبل كده، فمش هنتكلم عنه. الذكر اللي كان شغال قبل كده 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 احنا عارفين ان هو شغال، لكن العلامات اللي احنا قلنا عليها ايه؟ من ريش الجناح اللي هو عد الريش. طبعا الفيديو ده في ناس فهمت الموضوع كويس وفي ناس مش عارفة تعد الريش ازاي لسه. هنشوف مع بعض برضو علامات تانية كمان غير عد الريش، ازاي الحمامة تعرف ان هي قربت على الانتاج. اول حاجة هتلاقي النتاية، غير موضوع ان هي اكتملت الريش او ما اكتملتش، هي ممكن تشتغل وهي لسه ما اكتملتش ريش، لكن هتلاقي زيادة في حجم النتاية. لما تقرب تبيض هتلاقي الحمامة، لو انت متعود ان انت تمسكها هتحس ان هي لما تقرب تبيض ان وزنها زايد شوية. ده حاجة ان هي علامات البلوغ، علامات النضج بتاعها يعني. ما شاء هتلاقي زي ما انت شايف حضرتك كده الذكر بيزوم عليها، والنتاية زي ما انت شايف كده زايفة وبيكسر النتاية. الذكر هتلاحظ ان هو لو انت متابعهم هتجد ان هو بيكسر على النتاية. تعرف ان هي عليها البيضة ازاي؟ انا همسك النتاية واشوف ونشوفها مع بعض، نقرب كده شوية واوري لحضرتك ازاي تعرف ان النتاية هتبيض بكرة. حتى دي النتاية طبعا معروفة اللي هي حجمها اقل، بسم الله ما شاء الله. هنشوف هنا لو حطيت ايدك كده بس بالراحة جدا، اهو النتاية عليها البيضة. قبل ما يكون عليها البيضة، يعني عليها البيضة يعني هتصبح تبيض بكرة ان شاء الله، كده بالراحة جدا لا تدور البيضة، ويعني الاحسن ما تعملش كده. لكن انا بوري للناس طبعا الخبره عارفين الكلام ده، الناس المحترفين تربيه حمام عارفين كده. تشوفها كده هتلاقيها ايه، حتى يعرف ان هي مطريه، يقول لك لسه النتايه مطريه. يعني مطريه يعني ايه؟ يعني الجزء ده طري ما عادش ناشف، قربت تبيض. ما تلاقي عند فتحه المجمع كده حجرها طري، يبقى النتايه دي قربت تبيض. دي حاجه. الحاجه الثانيه تقل وزنها. الحاجه الثالثه ان انت لو هي عليها البيضة زي ما قلنا هتحس بالبيضة تحت صباعك كده، بس طبعا بالراحة جدا. طيب هو عايزين نشوف الريش بتاع النتاية، نعرفها ازاي برضو من الريش. هنخرجها ونشوف قدام الكاميرا. طبعا هي دي النتاية، انا خرجت النتاية اهو. هنشوف ريش الجناح، ملناش دعوة غير بريش الجناح يا جماعة. طبعا كنت وريت لحضراتكم زغليل قبل كده بالنسبة لعد الريش. هنشوف هنا اخر ريشتين، لسه عليها ريشتين. الريشة الصغيرة فين؟ الريشة الصغيرة في النص بعد قبل الريشتين الاخر، اهو الريشة الصغيرة. يبقى لسه باقي عليها الريشتين دول، مفروض ان باقي عليها الريشتين دول وتشتغل، لكن هي اشتغلت بسم الله ما شاء الله، هي لسه سنها صغير، لسه عليها ريشتين. طب نشوف الجناح التاني اقرب، اهو باقي ريشتين اهو كده، يمكن اوضح. الريشه الصغيره اهي في النص اهي، طبعا هي عليها البيضه، المفروض ما امسكهاش الماسكه دي بس علشان اصورها لكم، هي دي اللي حاليا اقدر اصور عليها اهو، المفروض ما امسكهاش الماسكه دي. يبقى زي ما اتفقنا
الريشتين اهم مفروض دي تسقط الريشة دي وتسقط الريشة دي، يعني يقول لك فكة. هما بيكونوا 10 ريشات يا جماعة، بتبدأ تفك من جوه. اللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيب الفيديو، رابط الفيديو في صندوق الوصف تحت او في وصف الفيديو. بتفك العشرة من اول جوه كده، تعدهم من جوه كده لحد ما اخر واحدة اللي هي دي تقع، يعني بتوقع ريش، يعني بتغير الريش زي الاسنان اللبنية عند الاطفال زي ما قلنا. يبقى دي لسه كان عليها ريشتين وتبيض، لكن هي باضت قبل ميعادها. طبعا الافضل الافضل يا جماعة ان هي تكتمل الريش اول، الافضل انها تكتمل الريش اول وبعد كده تبيض. لكن هو ده الحمام اللحم، اللي هي الحمام اللحم ان هم قالوا عليه ان هو حمام منتج وبيلحم العش بالعش. لا، الحمام اللحم كمان بيبيض ولسه عليه ريشتين ولسه عليه 3 واحيانا 4، يعني في منتصف عمر البلوغ بالنسبة للحمام اللي احنا عارفينه. حمام اللحم بيبيض بدري. دي كمان حجمها يعني يعتبر اقل من اللحم اللي موجود، لكن هي بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شفتم باضت ولسه عليها ريشتين. امبارح اول بيضة كانوا 3 ريشات، وقعت ريشة منهم بقوا اصبحوا ريشتين. فاحنا عرفنا كده بالطريقة دي الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي هم علامات اللي هي ازاي تعرف ان النتاية جاهزة للانتاج او ان الحمام جاهز للانتاج، من موضوع الريش بالنسبة للنتاية والذكر. موضوع عد الريش ده بالنسبة للنتاية والذكر، الريش يكون اكتمل كله 10 ريشات. الحاجة التانية بالنسبة للنتاية بقى، انك انت هتشوف حجر النتاية، النتاية المطرية دي رقم 2، الذكر بيكسر على النتاية. حاجة رقم 3، زيادة وزن النتاية، هتلاقي زيادة وزن النتاية. طبعا بنعرف برضو البيضة على الحمامة امتى، لما نحط ايدينا ونحس بالبيضة ان نعرف ان النتاية دي هتبيض بكرة. ولكن انا مفضلش انك تعمل كده علشان البيضة ما تلفش او الحصوية ما تلفش جوه النتاية. يبقى زي ما قلنا هسيب لك رابط الفيديو بتاع عد الريش بالنسبة للزغاليل اللي تعرف امتى انها تكون جاهزة للانتاج. اما تشوف الفيديو ده والفيديو اللي قبله هتعرف تعد ريش للحمام وتعرف امتى يكون جاهز للانتاج. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.